السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم إن شاء الله عن الأوتو أميون إندوكراين باثيز. نبدأ بأول مرض هو الهاشيموتو ثايرودايتس. والهاشيموتو ثايرودايتس هو والجريفز ديزيز تعتبر من أنواع الأوتو أميون ديزيز المصاحبة لخلل في الثايرويد جلاند. سبق وتحدثنا عن الجريفز ديزيز، لكن اليوم إن شاء الله ننفرد بالحديث عن الهاشيموتو ثايرودايتس. الآن في حالة هذه الأوتوأميون ديزيز الخاصة بالثايرويد جلاند، نجد أنه يحدث إصابة بالثايرويد جلاند يؤثر على وظيفتها. نذكركم بأن الثايرويد جلاند هي عبارة عن غدة تتكون من غدتين موجودة على الأيمن، المنطقة اليمنى واليسرى للنك، بالإضافة أنها تتكون من وحدة وظيفية هي الفوليكل. والفوليكل بيكون يتكون من خلايا كوبوديا لبثيليسل ومليئة بالكولويد. بالنسبة للبرايمري consistence of colloid، الكولويد بشكل أساسي يتكون من ثيروغلوبولين الذي يستخدم نواة لبناء هرمونات الغدة الدرقية اللي هي T4 والT3. T3 ترايأيودوثيرونين والT4 هو التيروكسين. الآن تحت تأثير هرمونات من الهايبوثالاموس والبيتيوتري جلاند تبدأ الثيرويد تفرز هرمونات. نتحدث بشكل طبيعي عن آلية إفراز هذه الهرمونات، فنجد أنه الثيرويد ريليزنج هرمون يفرز من الهايبوثالاموس يؤثر على البيتيوتري ويحفزها لإطلاق TSH ثيرويد ستيمولاتينج هرمون. ثيرويد ستيمولاتينج هرمون الذي يرتبط على مستقبلات خاصة موجودة على ممبرين الثيرويد جلاند، ويؤدي ذلك إلى عملية تحرير T4 والT3 من الثيروغلوبولين. الآن في الهاشيموتو ثايرودايتس الذي يعيق هذه العملية الطبيعية هو عبارة عن أوتو أنتيبودي يعيق هذه العملية، فيحدث ذلك إما أندر أكتيفيتي للثايرويد أو أوفر أكتيفيتي للثايرويد. الآن نتحدث بشكل أساسي عن الهاشيموتو ثايرودايتس، وهو نوع من أنواع الديزيز اللي بيعمل أندر أكتيفيتي للثايرويد. الهاشيموتو ثايرودايتس يحدث عند النساء بشكل كبير في سن ما بين 30 إلى 40 سنة. المريض اللي بيكون عنده هاشيموتو ثايرودايتس بيتطور عنده عملية جويتر أو انلارجمنت أو تضخم في الثايرويد مع وجود هايبوثايرويدزم. إذا هناك انخفاض في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية مع وجود أوتو أنتيبادي ضد أنتيجينات موجودة في الثايرويد. وجدوا أن هناك بعض أنتيجينات الـ HLA لها علاقة بقابلية هذا الشخص لتكوين أوتو أنتيبادي مثل HLA DR4 وDR5. أما وجدوا أنه DQA1 وDQP1 تعتبر جينات ريزيستنت للإصابة بالهاشيموتو ثايرويدايتس. بالنسبة للميوجيكال فايندينج نجد أن هناك انفلتريشن للليمفوسايت نجدها موجودة في الخلايا الغدية للثايرويد. أيضا من ضمن الخلايا اللي بحدثها انفلتريشن تي سيل بي سيل وماكروفيج بالإضافة إلى بلازما سيل. وجدوا أيضا أنه تي هيلبر سيل سي دي 4 و سي دي 8 السيتوتوكسيك سيل هي لها علاقة بالسيلولر والهيومورال ريسبونس. مع وجود أوتو أنتيبادي وجدوا أن الأوتو أنتيبادي موجود في 80% من حالات الهاشيموتو ثايرودايتس. بالنسبة للفحوصات المخبرية التي تستخدم للكشف عن مرض الهاشيموتو ثايرودايتس، بداية الأوتو أنتيبادي بيكون موجود. هذا الأنتيبادي بيكون ضد الثيروغلوبولين الموجود في الثيرويد جلاند الذي يعتبر نواة لبناء الهرمونات. أيضا هناك أنتيبادي موجه ضد الثيرويد مايكروسوم الأنتيجين والذي يسمى بالثيرويد بروكسيديز. بعض الأنتيبادي ضد البروكسيديز تعمل تثبيط لنشاط هذا الإنزيم وتعتبر ميدياتد للسيتوتوكسيك أكتيفيتي الخاص بالنيتشر كيلر سيل. بيساعد حدوث حالة الهايبوثايروديزم. لماذا؟ لأنه هذا الأنتيبادي طالما بيرتبط بالثيروغلوبولين فمعنى ذلك أنه بيعيق عملية تكوين هرمونات الغدة الدرقية من النواة الأساسية، فبالتالي بيساعد على عملية الديجراديشن للثيروغلوبولين. بعض أنواع الأنتيبادي الأخرى تم وجودها زي أنتيبادي ضد الكولايد نسميه كولايد أنتيبادي CA2 و ثيروتروبين بايندينج إنهيبيتوري إميونوغلوبولين TB. بعض الـ TSA والثيرويد Growth Stimulating Immunoglobulin أيضا وجدوها TGSI. البروكسيديز أنتيبادي
ممكن يتم عملية قياسه باستخدام الأجلوتينيشن تيست، كومبليمنت فيكسيشن تيست، راديو ميوني أساي أو إندايركت ميوني فلوروسنت أساي. أما الأنتيبادي ضد الثيروغلوبولين يستخدم آليات مختلفة لقياسه مثل البريسيبيتيشن في الأجار والإندايركت ميوني فلوروسنت أساي بس بأجلوتينيشن وراديو ميونو أساي وإنزيم ميونو أساي. بالنسبة للدايركت ميونو فلوروسنت أساي بيستخدموا فيها ثيرويد تشو إما من مانكي أو هيومن، تثبت على السلايد وبيتم إضافة اللي هو سيرم المريض لمعرفة التفاعل وبيتم رؤيته تحت فلوروسنت ميكروسكوب. الأنتي ثيروغلوبولين أنتيبادي موجودة في 80% من المرضى المصابين بهاشيموتو ثيرويدايتس. هيك بكون خلصنا الهاشيموتو ثيرويدايتس كأول ديزيز من الأوتو أميون إندوكراينوباثي. مرض آخر يشكل مرض من ضمن أمراض الإندوكراين ويعتبر أوتو أميون ديزيز هو الأنسولين ديبندنت دايابيتس. هذا المرض يتصف بعدم إنتاج كافي للأنسولين، وذلك راجع إلى وجود أوتو أميون ديستركشن للبيتا سيل اللي موجودة في البنكرياس والتي تفرز الأنسولين. وجدوا انه هذا الديزيز يحدث في عمر ما بين 10 الى 14 سنة، هذا البيك لحدوث هذا الديزيز. وجدوا ايضا انه اللي بيؤدي الى حدوث هذا الديزيز حتى لو كان اوتوميون ديزيز فهو عبارة عن كومبينيشن ما بين جينيتك فاكتورز وانفايرومنتال كونديشن هي التي ساعدت على ظهور الاوتو انتيبادي وحدوث هذا الديزيز. وجدوا حوالي 95% من الوايت ديابيتك بيحملوا HLA-DR3 او DR4 جينز. الآن وجدوا أنه هناك سستبلت حقيقية للجينات ضد الجينات التي تؤدي إلى حدوث الأنسولين ديبندنت ديابيتك ميليتس، وهي تحدث عند الـ HLA-DQ region. وجدوا أيضا أنه هذا الديزيز ممكن يحدث بسبب فيرال انفكشن مثل المامس فيروس، روبيلا فيروس، سيتوميجالو فيروس وكوكساسكي B4 فيروس. وجدوا انه له علاقه بحدوث هذا الديزيز. بالنسبه للكونجنيتال روبيلا انفكشن هي مثبته بشكل قطعي انها تؤدي الى حدوث انسولين ديبندنت دايابيتيك عند المواليد. ايضا وجدوا ان هناك سيميلاريتي ما بين انتيجينات الكوكساسكي فيرال بروتين B2C مع انزيم موجود في البي سيل هو الجلوتاميك اسيد دي كربوكسيليز، فنجد انه هناك انتيبادي بتكون ضد هذا الفيروس تحديدا ضد البروتين B2C، وهذه الانتيبادي تهاجم الجلوتاميك اسيد دي كربوكسيليز في الانسولين ديبندنت دايابيتيك ميليتس. فهذا التشابه في المولوكيولر استراكشر لانتيجين الفيروس والاوتو انتيجين اللي هو الجلوتاميك اسيد دي كربوكسيليز جعل الانتيبادي يهاجم السلف انتيجين. بالنسبه للميونو باثولوجي لهذا الديزيز هناك انفلتريشن في الايلاندز اوف لانجرهانس الموجوده في البنكرياس، فأدى ذلك إلى حدوث تكون فيبروسيس وتحطيم لخلايا البيتا سيل. وجدوا أيضا أنه يتداخل مع هذه العملية والأدي الديستركشن في بيتا سيل هي CD4 T سيل، CD8 T سيل بالإضافة إلى B سيل والماكروفيج لها علاقة وطيدة في عملية تحطيم البيتا سيل. وجدوا أيضا أنه يتشارك في هذه العملية هيومولر وسيلولر immunity. طبعا السبسيت اوف التي سيل المقصود فيها تي هيلبر تي سايتوتوكسيك هي التي ساعدت على تنشيط الريسبونس سيلولار او الهيومولر اللي هاجم ضد بيتا سيل. بالنسبه لللابوراتوري فايندينج التي يتم التشخيص من خلالها لمريض الانسولين ديبندنت دايابيتس هي ارتفاع السكر، حاله الهايبر ايجلايسيميا، ايضا وجود انتيبادي ضد الايلاند سيل يمكن كشف عنها بواسطة indirect immunofluorescent. طبعا indirect immunofluorescent يكون هناك أنسجة من الرات أو من الهيومن مثبتة على السلايد وبيضيف عليها سيرم المريض وتحت الميكروسكوب الفلوروسنت ميكروسكوب بيتم الكشف عن هذا التفاعل. أيضا الأنتيبودي ضد الايلاند سيل ممكن يكون موجود
إذا وجد فيه تم تشخيصه بشكل مبكر، فهي بتم تشخيص الحالات الجديدة عن طريق هذا الأنتيبادي. الأنتيبادي ضد الأنسولين أيضا ممكن أنها نجدها في مريض الأنسولين دي بنا ديابيتك، ويمكن كشف عنها باستخدام إلايزا أو راديوم يونو أسي. بالنسبة للعلاج، العلاج الأساسي هو إعطاء أنسولين بالإضافة إلى إعطاء بعض العلاجات الجديدة للأنسولين دي بالنديابيتك، هي إعطاء ميونوسابريسيف إيجنت، وهي الإيجنت من ضمنها الأزوثيوبرين، سايكلوبورين A والدينوزون بريدينوزون. كل هذه الإيجنت تعتبر لها توكسيك إفكت. مرض آخر هو الميسثينيا جريفيز، وهذا ديزيز هو عبارة عن ديزيز يتميز في المريض بضعف في العضلات بشكل عام، وصعوبة في المضغ والبلع، بالإضافة إلى صعوبة في التنفس، ومن ضمنها أيضا يفقد المريض قدرته على الانتصاب الجذع عنده والنك، بالإضافة إلى الهب. وجدوا أيضا أن هذا المرض له علاقة بوجود أوتو أنتيبادي، هذا الأنتيبادي هو اللي ساعد في تكوين هذا الديزيز، هذا الأنتيبادي ميدييتد هو اللي ساعد في تحطيم الأسيتايل كولين ريسبتور، وبالتالي لن تستجيب الأسيتايل كولين ريسبتور لوجود الأسيتايل كولين، فبالتالي لن تستجيب السكيليتال مسل إلى الإشارة الوصلة، وهذا لا يؤدي إلى ضعف في العضلات. إذن الخلل يكمن في وجود أنتيبادي ضد الأسيتايل كولين ريسبتورز الموجودة على السكيليتال مسل، وهذا الذي يؤدي إلى ضعف في العضلات. ممكن هذا الديزيز ينوجد بسبب أوتو إيميون ديزيز آخر مثل سيستميك لبس إريثروماتوسيس، فبالتالي هذا المرض ساعد في تكوين نون سبيسيفيك أنتيبادي، وهذا الأنتيبادي بدأت تهاجم خلايا الجسم المختلفة وأنتيجينات الجسم الأون أنتيجين. وجدوا أيضا أنه له علاقة بنوع معين من أنتيجينات الـ HLA، هي الـ HLA-B8 or DRW3 أنتيجينز. وجدوا أنه لما تنوجد هذه الأنتيجينات بيكون هذا الشخص عرضة أن يكون عنده أوتو أنتيبودي ضد الأسيتايل كولين ريسبتور. وجدوا أنه 80-90% من البيشنت عندهم أنتيبودي ضد الأسيتايل كولين ريسبتورز، والتي هي اللي بتؤدي إلى هذه الباثوجينيسيتي في هذا الديزيز. وجدوا أيضا أن هناك كومباينيشن ما بين الأنتيبادي الأوتو أنتيبادي مع الريسبتورز الخاصة بالأسيتايل كولين، بتمنع عملية ارتباط الأسيتايل كولين بالريسبتورز، وهذا الذي يؤدي إلى وقف استجابة العضلات للإشارة التي تصلها. بيتم الكشف عن هذا الأنتيبادي عن طريق الراديوم يونو أسي، وأيضا بيستخدموا اللي هو أنتيكولينستيريز إيجنت كعلاج لهذول المرضى. مرض رابع هو الأديسون ديزيز. الأديسون ديزيز يتميز بأن هناك أدرينال إنسافيشنسي، هذا المرض يسمى أديسون ديزيز. تم اكتشافه في 1855، هو كأول حالة تم اكتشافها. وجدوا أنه في هذه الحالة يصاب فيها البايلاترال أدرينال كورتكس، بمعنى تصاب فيها غدتي الأدرينال إجلاند، لكن تحديدا الأدرينال كورتكس، فيحدث عملية نقص في إنتاج الجلوكوكورتيكويدز، مينرالوكورتيكويدز والأندروجينز، بالإضافة إلى وجود مستويات عالية من الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون اللي هو الـ ATCH، مع وجود ارتفاع في الرينين أكتيفيتي. نسبة حدوث هذا الديزيز 110 إلى 140 كيسز لكل مليون. إذا كل مليون شخص في عنا ما بين 110 إلى 140 حالة بيحدث لهم هذا الديزيز، وهذا الديزيز يسمى أوتوميون أديسون ديزيز، وهذا المرض most frequent عند developed country. في الأوتوميون أديسون ديزيز نجد إنه الأدرينال إجلاند يحدث لها إنفلتريشن بواسطة لينفوسايت، والتي تؤدي إلى صغر في حجمها، لأنها بتبدأ تهاجم في خلايا الأدرينال إجلاند، وبالتالي بيصغر حجم الغدة. نجد أيضا أن هناك أوتو أنتيبادي ضد الأدرينال كورتكس موجودة في السيركوليشن، وبيتم الكشف عنها باستخدام الطرق المختلفة.
وجدوا أن هذا الأنتيبادي موجه ضد أوتو أنتيجين موجود في السيتوبلازم. هذا الأوتو أنتيجين هو كومون موجود في الثلاث طبقات المكونة للأدرينال كورتكس، فبالتالي هذا الذي يؤدي إلى خلل في ثلاث مجموعات من الهرمونات الجلوكوكورتيكويد أندروجينز بالإضافة إلى مينرالو كورتيكويد. وجدوا أيضا أن الأدرينوكورتيكال أوتو أنتيجين تم التعرف عليها هو عبارة عن إنزيم 21 هيدروكسي ليز. هذا الإنزيم يرتبط مع الأنتيبادي. وجدوا إنه الكشف عن هذا الأنتيبادي يعتبر آلية لتشخيص الأوتوميون أديسون ديزيز، وجدوا إنه موجود عند أكثر من 90% من مرضى الأوتوميون أديسون ديزيز. عملية الديتكشن لهذا الأنتيبادي ضد 21 هيدروكسيليز هو المسؤول عن حدوث الكلينيكال سيمبتومز التي تظهر عند الأديسون ديزيز بيشنت، وهذا الذي يؤدي إلى الأدرينال فيلر. بمعنى كل ما كان تركيز هذا الأنتيبادي عالي معناته أنه هذا بينبئ بحدوث أدرينال فيلر، وبتنبأ بعملية تطور هذا الديزيز إلى أن يصل إلى فشل في الأدرينال إجلاند. بالنسبة للكلينيكال مانيفستيشن تظهر عند مريض الأوتوميون أديسون ديزيز، أول إشي بيظهر عنده عملية فقدان في الشهية، ضعف عام، دوخة، عنده قيء، نقصان في الوزن، نقصان في ضغط الدم، بالإضافة إلى وجود هايبر بيجمنتيشن على الميوكوزال تيشو والكيوتانس تيشو، بالإضافة إلى وجود أبدومينال بين ورغبة في تناول الموالح. بالنسبة للكلينيكال سيمبتومز ما بتظهر هاي الكلينيكال سيمبتوم إلا إذا حدث تدمير إلى تدمير في 90% من الأدرينال كورتكس، أو هذا الشخص تعرض إلى ستريس قوي وجب عليه إنه الأدرينال هتفرز هرمونات، فبالتالي طالما إنه طلب من الأدرينال اللي كانت تفرز هرمونات تحت تأثير هذا الستريس ففشلت الأدرينال في إفراز هرموناتها، هذا الذي يؤدي إلى حدوث كل هذه الكلينيكال مانيفستيشن. الأوتو أميون أديسون ديزيز ممكن يكون مصحوب أوتو أميون ديزيز آخر خاصة بأورغان سبيسيفيك أوتو أميون ديزيز، وبالتالي إذا نحكي إحنا نتحدث عن أوتو أنتيبادي، هاي الأوتو أنتيبادي نون سبيسيفيك ممكن تكون مصاحبة لأوتو أميون ديزيز آخر وخلت هذا الأنتيبادي يهاجم الأوتو أنتيجين الموجود في خلايا الأدرينال كورتكس. الآن عملية مهاجمة هذا الأنتي بادي لخلايا الأدرينال كورتكس أدت إلى نقصان وانخفاض في عملية إنتاج الجلوكوكورتيكويد والمينرالوكورتيكويد عند المريض، وهذا يعتبر مرض يهدد حياة هذا الشخص، يعتبر مرض مزمن بسبب كرونيك أدرينال إنسوفيشنسي، وهذا المرض يؤثر على حياة هذا الشخص. وجب علينا الآن في هاي الحالة أنه إعطاء علاج لإنقاذ حياة هذا الشخص. ما المقصود بالأدرينال إنسوفيشنسي؟ الأدرينال إنسوفيشنسي تم تصنيفها إلى برايمري وسكندري وتيرشري. بالنسبة لبرايمري أدرينال كورتيكال إنسوفيشنسي والمقصود في الأدرينال مقصود في أديسون ديزيز، نجد في إصابة في البايلاترال إلى الأدرينال كورتكس، إصابة بغدتي الأدرينال كورتكس مع وجود انخفاض في إنتاج الجلوكوكورتيكويد والمينرالوكورتيكويد والأندروجينز، بالإضافة إلى وجود ارتفاع في الـ ACTH وارتفاع في الـ بلازما رينين أكتيفيتي. السكندري أدرينو كورتيكال إنسوفيشنسي تنتج بسبب انخفاض في إنتاج الـ ACTH مع انخفاض في إنتاج الكورتيزول من الأدرينال إجلاند. أما التيرشالي أدرينوكورتيكال إنسوفيشنسي فيحدث بسبب انخفاض في إنتاج الكورتيكوريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس، يؤدي ذلك انخفاض في الـ ACTH من البيتيوتري، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض في الجلوكوكورتيكويد من الأدرينال إجلاند. الآن في التيرشالي إنسوفيشنسي على العكس تماما من الأدرينال كورتكس، نجد إنه المينرالوكورتيكويد بتكون طبيعية في التيرشالي أدرينال إنسوفيشنسي، تمام، حتى لما يكون هناك إنسوفيشنسي بالهايبوثالاميك والهايبوفيسيال أكسس. الآن بالنسبة
وجدوا انه الاكسبيرمنتال والكلينيكال فايندنج اللي وجدوها عند المريض الادنى الانسفيشنسي، وجدوا انه اللي ادى الى حدوث هذا الديزيز هو عباره عن سيل ميديتد اوتو اميون ريسبونس، بمعنى ان هناك سيلولار اميونيتي بالاضافه الى وجود هيومورال اميونيتي، يعني في عندنا تي سيل وبي سيل بالاضافه الى وجود اوتو انتيبودي الذي حفز الميكانيزم التي حدثت في الادرينال انسفيشنسي. ادى ذلك الى تدمير الجلاندولار سيلز الموجوده في الادرينال جلاند، ونتج عنه حدوث اوتو اميون اديسون ديزيز. الان المرض الخامس هو اوتو اميون هايبوفيسايتس، وهو عبارة عن خلل يحدث على مستوى البيتيوتري إجلان سببه أوتو إميون ديزيز، فأدى ذلك إلى التهاب في البيتيوتر فنسميه هايبوفيسايتس. ليش سمينا فيسايتس؟ يعني في إنفلاميشن سببه سيلولر، اللي هو الإنفلتريشن للخلايا الليمفوسايت وغيرها، أدى إلى حدوث الإنفلاميشن وبالتالي حدث هذا الديزيز. الآن بالنسبة للأوتوميون هايبوفيسايتس أو البيتيوترو أوتوميون ديزيز، هو يعتبر جزء من الأورجان سبيسيفيك إندوكراين أوتو إميونيتي، فنجد إنه هذا المرض مصاحب بشكل أساسي وشكل كبير، نجده ما أكثر شهرة عند النساء خاصة في فترة الحمل. فنجد إنه في الأكيوت فيز نجد إنه هناك أدينوما البيتيوتري، فيها أدينوما مع يعني في ورم في البيتيوتري جلاند مع وجود هايبو بيتيوتريزم، انخفاض في إنتاج هرمونات غدة البيتيوتري جلاند. فوجدوا أن هناك انخفاض في الـ ACTH والثيروتروبين المقصود في الـ TSH. في المقابل وجدوا أن هناك أيضا التيومر هو اللي بيجعل البيتيوتر تفقد وظيفتها في إنتاج هذه الهرمونات، فبالتالي يجد أن هناك تحدث inflammatory process سببها infiltration للخلايا في قمع الغدة، مؤدي لحدوث حالة تسمى diabetic insipidus، هو المرض السكري الكاذب، يسمى infundibulo neurohypophysitis. بالنسبة لتشخيصها عن طريق الماجنتيك ريزونانس ايميجينج، اللي هو عبارة عن الرنين المغناطيسي يكشف عن الماس الموجودة في البيتيوتري. بالنسبة للتشخيص الآخر هو أخذ بيوبسي من البيتيوتري جلاند، وهو يعتبر الجولدن ستاندر اوف دياجنوسيس، وايضا ممكن يعملوا سيرولوجيكال تيست للكشف عن الاوتو انتيبودي، وايضا يستخدموا اميونوبلوتينج للكشف عن الاوتو انتيجينز. ايضا من ضمن الاوتو انتيجينز اللي بيتم الكشف عنها، من ضمن الفحوصات اللي بتستخدم هي الكشف عن الاوتو انتيجين، وهو البيتيوتري جلاند سبيسيفيك بروتين فاكتور 1A و F2، وهو الذي يعتبر اوتو انتيجين، هو ذا التارجت للاوتو انتيبودي. بالنسبة للمانجينج لمريض الأوتو أميون هايبوفيسايتس، هو الغالبية الوفاة تحدث بسبب إنسفيشنس للأدرينال جلاند، وهذا راجع إلى انخفاض في الـ ACTH، فبالتالي بيتم علاج بأنه بيعطوا بديل للكورتيزول للحفاظ على حياة هذا الشخص. يعطيكم العافية.